الكابيتال سيكون وقع إيجابي على معنويات محمود بن حليم كواحد من الأزمة اللي اعتمد عليها الرجاء الرياضي في المواسم الأخيرة. تبع هذه الكرة الطويلة الأمامية الخطيرة 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 في حدود الدقيقة 31. ماذا التسديدة ماذا التسديدة ماذا القوة. شوف اللمسة كانت من جانب من محسن متولي عطى الاسيست سدد تستقر عليه من الحارس هشام المشهد. عنده مرة شاب من حضر وهجوم لا يكل ولا يمل عندما يتعلق الأمر بمين مارونغو. قلت لكم اتحاد طنجة مطالب أن يحتاط من هذا القناص الذي اقتنص هدف في حدود الدقيقة 31 يا أستاذ وسيدات لفائدة فريق الرجاء الرياضي. صبحت النتيجة 1-0. الآن سنتابع مباراة أخرى هدف جميل هدف رائع ورد فعل وتحية من سيعتمد عليه كثيرا فريق اتحاد طنجة في هذا الموسم. كرة شطويلة مشيت أمامية التغطية من جانب دفاع فريق الرجاء الرياضي. محسن متولي للخطير بين مارونغو بيان يلعب لفائدة مان مشيت للحافظي يختار كرة في العمق لبين مارونغو. خذوا هات بطريقة شبيرة مع ناس الرجاء الرياضي لمحسن متولي يتوغل يحضرها عرضية فرصة راسية خطيرة سجل الثاني ورسالة شكر للرجاء الرياضي الذي مدد وشدد عقده بصفقة محترمة. قلت لكم ستخدم كثيرا معنويات محمود بن حليب الذي يرد بطريقة جميلة بهدف ويهدف هدف الثاني الانسراك. شوف العمل كالعادة من جانب من جانب محسن متولي عطاه الاسيست. شوف 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 ميسر اسيست في اتجاه من مشات لبين مارونغو من الحافظي لبين مارونغو لمحسن متولي. قلت لكم والله على اللمسة شوف اللمسة اللي كانت قبل هذه من محسن متولي والحافظي. عندك الحافظي وعندك متولي فمن الطبيعي تشوف بنات الهجوم لفريق الرجاء الرياضي بهذا الشكل. اتحاد طنجة كنا ننتظر ان يرد بطريقته الخاصة مع هذا الهدف لفريق اتحاد طنجة. هي فرصة العودة في المقابلة بالنسبة لأخداي هي فرصة العودة في المقابلة. الحكم يقول ركلة جزاء احتجت على سير فريق الرجاء الرياضي على ركلة جزاء في اللقطة الأخيرة لكن الحكم أشار بتواجد ركلة جزاء لأخداي. هدف يعطينا مباراة أخرى يعطينا تشويق آخر يعطينا ندية أخرى وفرصة لا تعود لأخداي فرصة لا تعود لاتحاد طنجة فرصة لا تعود لاتحاد طنجة. الآن ركلة الجزاء تأتي في الوقت بدل الضاع. هل سنتابع ثلاثة أهداف هذا الشوط الأول؟ كل شيء ممكن والفرصة الذهبية لفريق اتحاد طنجة لتقليص الفارق يا أستاذ والسيدات. إذا فرصة تنفيذ ركلة الجزاء تركيز محاولة تشير إلى هدف فرصة لعبها محمود بن حليب واللي لعبها عطاها لمن لمستر ميستر ميستر اسيست عبد الاله الحفيظي. وشوف راوغ بهذا الشكل وياسم دفاع وحارس مرمى فريق اتحاد طنجة ويسجل هدف الثالث. كيف ستكون الرجاء بعد التحاق المكعاصي لكرة أمامية ملعوبة العرضية البحث عن التسديد بين مارونغو سدد هدف أول هذه تسديد عرضية شباك شمال المشهد. اصبحت 4-1
أصبحت أربع أرواح هذه لمسة الرجاء. نتحدث بما أتابع في الملعب، أنا أتحدث بما أتابع في الملعب. حضرت اليوم التيكي تاكا وحضرت اللمسة، لمسة متولي والحفيدي ولمسة خط الهجوم بتواجد محمود بن حليب وبين مارونكو. بين مارونكو يرفع حصيلته التهديفية مع الرجاء الرياضي في البطولة الخمسة ديال الأهداف، استقرت على يمين الحارس هشام المجد وأصبحت النتيجة 4-1 لفائدة فريق الرجاء الرياضي. الرجاء الرياضي يدك شباك ليغتي هنا. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.